فإذا أردتم أن تخرجوا من أحزانكم انظروا لأعماق أنفسكم كالبحر. إن فقدت شيئا أحزنك فانظر لما تملك. نحن علتنا في أمة البشرية أننا دائما ننظر لما نفقد ولا ننظر لما نملك. يا سيدي مهما فقدت من نفسك فما زلت حية، مهما فقدت من مالك فما زلت تجد قوت يوما، مهما فقدت مما حولك اعلم أن الله سيبدلك ويعوضك ويثيبك على ما فقدت. لهذا انظروا لما تملكون ولا تنظروا لما تفقدون، فالفقد كثير لكن ما نملك أكثر. كان مصطفى السباعي رحمه الله يدخل دائما المسجد يقول اللهم ارزقني دراجة. في عصر كان الذي يركب دراجة هذا الذي أمنيت حياته. يقول فدخلت يوما من الأيام إلى المسجد فقلت اللهم ارزقني دراجة، فلما صليت وإذ برجل بلا أقدام يصلي معنا الفجر. نظر إليه مصطفى السباعي وهو يحبو فقال مصطفى السباعي اللهم لا أريد دراجة، احفظ علي قدمي، احفظ علي قدمي. يا سيدي لو قلت لك هذه الدنيا وما ملكت لكن أعطني الصحة وكن مقعدا، أو أعطني البصر، ما فائدة العالم إذا لم ترى العالم، أو أعطني ابنك، ما فائدة المال وأنت لا وريث لك. لهذه الرسالة ليس انتقاصا من المرض والوجع وفقد الولد، لأريك أن الدنيا مهما كانت عظيمة بفقد ستشعر أنها صغيرة.